أهلا وسهلا، هذه استوديو شمس. مازلنا مواصلين، ضيفنا كاتب عام مساعد وعضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي. تحياتي لك سي توفيق، مواصلين معاك وخليك تواصل فكرتك في علاقة بالأزمة. نحن في بنا فرحنا بعد رسالة الطمأنة اللي أطلقها وزير التربية حول العودة المدرسية وحول حلحلة الأزمة، ولكن جامعة التعليم الأساسي كما كنتوا تسمعوا من بدينا الحوار يقولوا لي كلام الوزير مش صحيح، ما فماش حل الأزمة، الأزمة متواصلة. سي توفيق، المخارج انا يعني قلت لك لو كان ان يعني الوزاره تتخلى على اسلوب المغالطه للراي العام والبلاغات والتهديد الى غير ذلك وتعود الى طاوله المفاوضات وتكون مفاوضات جديه وتتقدم فيها مقترحات وتفاعلات من هنا ومن هناك. وانا قلت معك يعني يفترض يا سيدي كما حسناش يعني اداره الاسلوب وانهاء السنه الدراسيه في ظروف عاديه على الاقل نستغل الطائفه لجلسات تفاوض ولتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول حتى نجنب السنة الدراسية يعني القادمة الكثير من الهزات، لأنه بالفعل مهما كانت ولو أن سيد الوزير يتباهى بالنسب نتاع الناس اللي نزلت وينسب فيهم هما بالوطنيين وكان الناس الأخرى غير وطنية، نحن كلنا بالنسبة لنا زملائنا سواء الذين يعني قاموا بتنزيل الأعداد سواء الذين ما زالوا متواصلين في الحجب راهوا زملائنا كلهم على يعني نكون لهم كل الاحترام والتقدير. وإذا كان ما مشيش معك في التحرك هذا نتيجة خوف ونتيجة برش وزارة التربية ستجده في التحركات، وأكبر دليل كان تشوفوا بالتراث مش مقتنعة سي توفيق، وأنت كنت ضيفي وسألتك وقلت لك قبل حتى ما تبدأ تكون فما تصريحات لوزير التربية أنه فما بعض المعلمين والمديرين اللي من الأول ما كانوش منصاعين للقرار متاع الجامعة ورجعوا الأعداد وخدموا بصفة عادية في أعداد راهو يا أختينا راهو هذا مش جديد علينا، راهو حتى في تحركاتنا في العهد السابق راهو بطبيعة الحال في تحرك جماهيري يضم لك 70,000 مش تلقى. ونحن نعرف ونقر بأن كيف حق الإضراب مضمون كيف حق العمل مضمون، ولكن النسبة اللي كانت موجودة نتاع يعني الالتزام بقرارات ثلاثة قرار كانت تفوق يعني 70% يعني حوالي يعني 75 أو 74%. هذا اللي يهمنا وراهو قلناها ألف مرة، راهو مهما كانت النسبة يفترض أنك تبحث وتعالج الحلول وتشوف الأسباب وتبحث عن الحلول حتى تطوق الأزمة، لأنه اليوم تنجم تكون يعني خسرنا معركة إذا كان بمنطقه هو، وهذا مش حب أنا غير تمثيلي راهو ما تسلمش القطاع والقطاع مش يبقى يناظر ولكن سيرمم يعني ذاته وستكون هنالك عودة مدرسية مرتبكة جدا في صورة مواصلة تعنة وزارة التربية وسياسة الهروب إلى الأمام، وهذا ما لا نرجوه قلت ألف مرة لأنه هذا يخدم يضرب في العمق المنظومة العمومية والمدرسة العمومية ويخدم يعني الانكسار في القطاع الخاص. فلا نريد ترحيل الأزمة ولكن نريد تطويقها، وعلى وزارة التربية أن تعي جيدا هذه الرسالة. وعليها اليوم نقابة التعليم الأساسي متهمة بأنها تعمل في السياسة، بأنها ربما المطالب هذه تعلت في محاولة لفرض أو باش تجاوب الناس اللي تقول لا والله راهو تقزم ربما دور بعض النقابات، يقول لهم لا نحن موجودين ونعملوا سياسة ونستغل الوضع. ربما هذا الكلام اللي قاعد يتقال وتسمعوا فيها سي توفيق. ثم حاجة أخرى سي توفيق باش تجاوبنا لسنين خاطر حاجة أخرى زاد السيد وزير التعليم يقول لك وهو مثلا التربية والتعليم وزير التربية والتعليم يقول لك زادة كيف هل الشحن عبر الفيسبوك ما يليقش لا بكم انتم لا بالوزارة بالطبيعة، خاطر المربين من المفروض يكون مستوى النقاش راقي وخاصة في وزارة التربية. احنا ما يصدر في وسائل الفضاء الاجتماعي بالطبيعة يعني ما تلزمناش، ونحب بالفعل نقاش راقي وجاد ومسؤول، ونحب انه اللي وضع يعني حد لهكذا يعني توترات من هنا أو من ذاك أو تصريحات من هنا أو ذاك، لأنه زاد يراقب تصريحاته هو السيد الوزير
اللي يتهم فيها الناس بغير وطنيين وإلى غير ذلك. سي توفيق في النقطة نتاع الفيسبوك اسمح لي لهنا نعلق، وانت تعرف وبرشا من اللي يسمعوا فينا يعرفوا فما حتى أعضاء من الجامعة ما نحبش نسميه حتى الكلام، فما شكون عمل تدوينة، فما شكون كلام، فما شكون قال سيه راهو جاب آخره، وأنا لطفت هالكلمة معناها حتى من أعضاء من الجامعة فيكم شكون معناها كيفاش ما تلزمكمش وانتم من جامعة التعليم الأساسي وناس مرموقة في الجامعة كتبت ودونت بشكل أو تهديدات واضحة حتى لنهاية الوزير. لا احنا نقول بالعكس ونقولها بالصوت العالي، احنا عندما عين السيد محمد علي البوديري الامين العام المساعد السابق وزيرا للتربيه نعم. كنا استبشرنا خيرا واعتبرنا ان نجاحه هو نجاح للمدرسه العموميه وللمنظومه العموميه وخاصه ما نعرف انه ما كان يحمل من الافكار الى غير ذلك، ولكن للاسف ربما الكرسي يغير يعني الى اصبح خطابه. سالتك انا علاش مش العكس؟ علاش مش نفس السؤال اللي سالته لكم استنى فيك تجاوبني، اللي انتم متهمين تعملوا في السياسه اليوم اكثر ما انه مطالب رقابي. كيف ما انه متهم زاد هو الوزاره تستغل هذا الوضع والارباك لتصفيه حساباتها مع الاتحاد عن طريق ضرب قطاع التعليم الاساسي، راهو هذا نقاش ذو حدين راهو. علاش ما تعتبرهوش ربما هذا قرار سياسي اليوم ما فماش مفاوضات في ظل وضع مالي متأزم، علاش تقولوا هذا قرار وزير التربيه مش قرار الحكومه برمتها ولا قرار الرئيس بدوره في ظل الوضع هذا؟ علاش تحملوا فقط وزير التربيه؟ هل تعتقد وزير التربيه لأنه هو الانترلوكيتور تاعنا، هو المفاوض تاعنا، ولكن نحن بالنسبه لنا تصريحات السيد رئيس الجمهوريه وقلتها قبل ونعاود نقولها كلها تكن وتجل المدرسين وتكون لهم الاحترام الى غير ذلك، ويقر بالوضع المادي المتردي للمدرسين والعمل على النهوض به وتحسينه. نريد قلتها ألف مره ذاك تلك الأقوال أن تحول إلى أفعال وأن تنهى هذه الأزمة بمفاوضات كيف قلت اللي تقدم مقترحات اللي تلبي انتظارات زملائنا وترتقي بوضعهم المادي والمعنوي واللي تضع حد للأزمة التي طالت كثيرا واللي الناس كلها خاسرة فيها تلميذ ولي مدرس ووزارة. نحن نعاود نأكد من خلال منبركم احنا جادين ومدين يدينا للتفاوض والتفاوض اللي به تتقدم يعني مقترحات من هنا ومن هناك تنازلات من هنا ومن هناك ونصل الى اتفاق نجنب به يعني الوضع هذا نتخلص منه ونخرج من الازمه التي طالت كثيرا. شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا سي توفيق الشابي عضو الجامعه العامه للتعليم الاساسي. فاتكم الانترفيو.